نشرة والأخبار، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد محمد ولد الشيخ الغزواني يحل بالجزائر في زيارة دولة تدوم 3 أيام. أهمية الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العمومية محور يوم دراسي للتعريف بآليات العمل البرلماني بين الغرفتين. ربط أزيد من 180 مسكنا ببلدية تغزوت بالوادي بشبكة الغاز الطبيعي، والعملية متواصلة لتشمل باقي المناطق النائية. تزامنا واحتفالات رأس السنة، رحلات استكشافية بولاية إن صالح لفائدة السياح القادمين من مختلف ولايات الوطن للتعريف بكنوزها السياحية وتراثها العريق. أهلا بكم من جديد. في التعاون، شرع اليوم رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في زيارة دولة إلى الجزائر تدوم 3 أيام بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وقد خص ضيف الجزائر لدى وصوله إلى أرضية مطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة، خص باستقبال رسمي من قبل السيد رئيس الجمهورية. إلى جانب كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، ورئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج، والوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال الجود، وعدد من أعضاء الحكومة. رئيسان وبعد استماعهما إلى النشيد الوطني لكلا البلدين، استعرض تشكيلات مختلفة من وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية على وقع 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيف الجزائر.
صافح بعدها السيد رئيس الجمهورية الوفد المرافق للرئيس الموريتاني، كما صافح الرئيسان السيد عبد المجيد تبون والسيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صافح أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. نظمت وزارة العلاقات مع البرلمان بالمركز الدولي للمؤتمرات يوما دراسيا تحت عنوان دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العمومية. اليوم الدراسي يأتي ضمن سلسلة تهدف إلى عرض مقاربات علمية قانونية حول آلية من آليات الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة من خلال عرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام البرلمان. واعتبرت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار أن ممارسة الرقابة البرلمانية دليل على مدى استقلالية السلطتين التشريعية والتنفيذية وسمو المصلحة العليا للبلاد. اليوم الدراسي جرى بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إلى جانب رئيس المحكمة الدستورية عمر بالحاج وأعضاء من الحكومة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى جانب أساتذة ومختصين في القانون العام والاقتصاد الذين أثروا النقاش من خلال مداخلات قيمة في الموضوع التي كرسها المؤسس الدستوري لاحقا في 2020، بالتأكيد على إجبارية عرض بيان السياسة العامة على الحكومة على البرلمان من خلال نص المادة 111، هي خطوة هامة لتمكين البرلمان من الاضطلاع بمهامه الدستورية الرقابية ومتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ برنامج عملها الذي صادق عليه البرلمان. ومن هنا يتجلى لنا أن بيان السياسة العامة للحكومة هو وثيقة سياسية هامة وأداة من أدوات الحكم الراشد بامتياز. اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني بممثلي عدد من الجمعيات والفيدراليات الناشطة في مجال اختصاصاتها بهدف الاستماع إلى انشغالاتهم ونقلها إلى الحكومة ومتابعة مدى تطبيقها ميدانياً. تتواصل بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة لليوم الثاني أشغال المؤتمر 18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في جلسة مغلقة، حيث يعكف الخبراء على كتابة التوصيات لرفعها في تقرير مفصل إلى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب الذين سيجتمعون غدا. وعلى هامش الجلسة استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان نظيره الفلسطيني الدكتور محمود أبو مويس، حيث بحث الطرفان سبل التعاون وتعزيز الشراكة في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وبالمناسبة كشف الوزيران عن مشروع إبرام اتفاقية تعاون مع دولة فلسطين. إننا سعيدين في هذا اليوم أن نكون في هذا المؤتمر الذي تحتضن به الجزائر العرب، تحتضنهم أكاديميا وتحتضنهم بحثيا. وكان فيه اليوم دراسة كل مجلات تقييم للتعاون في التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين الجزائر وفلسطين، وكان فيه كذلك رؤية استشرافية وتقارب في الآراء. كما استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزيرة التربية والتعليم العالي القطرية بثينة بنت علي الجبر النعيمي، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون والشراكة بين البلدين خاصة في مجال الابتكار. يسعدني اليوم تواجدي مع أخي معالي الوزير، وناقشنا اليوم المواضيع تتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، ويشرفني حضوري لمؤتمر 18 لوزراء التربية والتعليم في بلدي الثاني الجزائر. شكرا جزيلا. قمنا بتقييم العمل التعاوني بين البلدين وكيف يمكن تعزيز وتشجيع هذه التعاون للسنوات القادمة، وكنا تكلمنا على إطار التعاون بين البلدين الآن اللي بين الضبطوه باش يكون في أقرب وقت فاعل في هذا الإطار، وهذا الإطار يخص التعاون فيما يخص الأساتذة والخبراء والباحثين
خاصة دور كبير للبحث العلمي، وكذلك تكلمنا على المشاريع البحثية والمشاريع حتى الاستشرافية بين البلدين، وهذا هو اللي بغينا نشجع به التعاون الجزائري القطري فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. كما استقبل عبد الباقي بن زيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمد ولد عمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليكسو، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون في مجال التربية والتعليم مستقبلا. الأوراق المعدة في هذا المؤتمر هي أوراق عالية من حيث الجودة والأداء في التصنيف العربي للجامعات، في الإطار الموحد للجامعات، في الاستشراف المستقبل، وبالتالي هذا المؤتمر اليوم من عقاده في الجزائر وبالأوراق المقدمة سيكون منعرج جديد في التعليم العالي والبحث العلمي واستشراف المستقبل في دولنا العربية. لقينا على هامش هذا اللقاء تكلمنا على كيفية تعزيز وتشجيع العلاقة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة أليكسو، وكنا تكلمنا على الآليات اللي نجم نقوم بها ونحدها، وكان فيه إطار ورزنا ما فيما يخص العمل التشاركي والتشاوري اللي قمنا به، ونظن فيه كذلك فيه تقارب في الرؤى فيما يخص تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وشفنا ما هم الكيفيات وآليات لتعزيز هذه التعاون. أشرف وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد أمس بالعاصمة على حفل تكريمي نظم على شرف أساتذة الطب بعد مسار مهني طويل ومساهمتهم في تطوير المنظومة الصحية بالجزائر. وبالمناسبة حرص الوزير على استذكار أطباء ثورة التحرير الوطني، كما أثنى على صمود الأطباء وكل الطواقم الطبية وعمال القطاع المرابطون حاليا في مواجهة جائحة كورونا. نلتقي في هذه الأمسية التاريخية لنعبر لأساتذتنا الموقرون بأسمى العبارات عن عرفاننا وتقديرنا لا متناهي كدولة، كأعضاء في أسرة الصحة، وكأفراد من هذه الأمة الجزائرية النبيلة لما قدموه من خدمات نبيلة وما آثروا به من تضحيات جسام من أجل بعث المنظومة الصحية الوطنية وإرسائها، وبالتالي منح شعبنا فرص الاستشفاء والعلاج والعيش في صحة وفي عافية. في تطورات الوضعية الوبائية بالبلاد، تم تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثماني وفيات رحمهم الله خلال 24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 209 حالات للشفاء حسب ما أفاد به اليوم بيان لوزارة الصحة. في التنمية المحلية، تم ربط أزيد من 180 مسكنا بقرية باغوزا النائية التابعة لبلدية تغزوت بولاية الوادي بشبكة الغاز الطبيعي بعد طول انتظار. محمد العيد البيه. الغاز الطبيعي يصل إلى قرية باغوزا بتغزوت في ولاية الوادي، وذلك بعد إشارة ربط عديد العائلات بالقرية، والسكان أبدوا فرحا كبيرا بهذا الإنجاز واعتبروه نهاية رحلة البحث عن قارورات الغاز. فرحانين والله يا العظيم، كان جنة من عند ربي، جنة قلت لك من عند ربي. كنا في القرعة، قرعة تلصق، قلعة ما تلصق شيء، مرات بدأ 3 أو 4 أيام نحن مرات نطيب على الحطب اللي، واليوم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، جانا الغاز ومشروع ربي يبارك، وتهنينا نقولوا من كركي القرعة. الحق تقريبا 80% ولا أكثر من الحوايج الحاجات اللي محتاجتها القرية ريجت. التكفل بالغاز الطبيعي يعتبر من الضروريات في مثل هذه المناطق النائية. منطقة باغوزا منطقة نائية التي استفادت بالغاز من 21 المنطقة، بقي منطقتين في هذه الولاية، وسيتم إتمام البرنامج إمداد بالغاز الطبيعي. تم توصيل 180 مواطن هنا بهذه المنطقة، ويكون بذلك المجموع
3670 مواطن في هذه المناطق عبر الولاية. تجسيد مثل هذه المشاريع يعتبر متنفسا لسكان قرى وبلديات ولاية الوادي في انتظار استكمال باقي المناطق. في الذاكرة الوطنية احتضنت اليوم بلدية هوارب مديان بولاية جالمة فعالية أحياء الذكرى 43 لرحيل الرئيس هوارب مديان التي أشرف عليها وزير المجاهدين رفقة كل من وزراء العمل السكن والتربية الوطنية. نور الدين بن عبسة رحل وبقيت ذكراه وروحه ما زالت ترفرف في هذا المكان حيث ولد وترعرع بولاد عدي. هوارب مديان الراحل الحي في ذاكرة الجزائريين هو أحد الذين أرسوا دعائم الدولة ما بعد الاستقلال، صاحب المواقف الخالدة، كان يمثل قمة الثورة وسيادة القرار الجزائري. وصيته كتبها في 19 مارس 62، يقول في هذا المقطع إن آلاف الشهداء يشهدون على تضحية الجسام لهذا الشعب، فالويل والدمار لمن ينسى هذه التضحيات. ولكن ما ينتظرنا في المستقبل أكثر صعوبة وأكثر دقة من أي وقت مضى، إما أن نكون يقظين وثوريين حقيقيين أو لا مبالين ولا مسؤولين. اليوم كان عندنا مثالين يبرهنونا باللي الهواري الله يرحمه كان محق وصائب في خياراته، سواء بالنسبة للقضية انت الفلسطينية أو قضية الصحراء الغربية. وحول حياة الرئيس الراحل هواري بومدين في ذكرى وفاته نظم الملتقى 12 بجالمة، حيث استعاد المتدخلون مآثر ومناقب الرئيس الراحل. إن الجزائر تشهد اليوم مرحلة جديدة نحو المستقبل المشرق على نهج رجال الجزائر الأوفياء من أمثال الرئيس الراحل هواري بومدين، رجل من طينة المخلصين الذين كرسوا حياتهم للأمة وللوطن. مآثر بومدين ما زالت ماثلة للعيان، ونضاله الصامد ما زال منقوشا في التاريخ. تحت شعار الذاكرة الوطنية ودورها في تحقيق الوحدة الوطنية نظمت بولاية أدرار ندوة جهوية لولايات الجنوب حول الذاكرة الوطنية، وهذا بمشاركة باحثين وجمعيات وإطارات من مختلف ولايات الجنوب. عبرت مجموعة من الأحزاب والمنظمات التقدمية المغاربية والعربية في بيان مشترك عن تضامنها ومساندتها لحزب النهج الديمقراطي المغربي الذي يتعرض لأقصى درجات التضييق والقمع بمختلف أشكاله على خلفية مواقفه الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. وندد الموقعون على البيان بسياسة المنع والقمع التي يتوخاها النظام الاستبدادي المغربي، والتي تطال السياسيين والإعلاميين والحقوقيين والنقابيين والنشطاء الجمعويين، مؤكدين تضامنهم المطلق مع حزب النهج الديمقراطي في نضاله المشروع، مجددين تحياتهم للمواقف الشجاعة للشعب المغربي وقواه المناضلة الرافضة للتطبيع والتبعية والفساد والاستغلال. وفي الشأن الفلسطيني، أصيب شاب فلسطيني ليلة أمس خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا بشمال القدس المحتلة. في سياق متصل، شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة الغربية طالت 13 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، كما استهدفت قوات الاحتلال المزارعين في الأراضي الزراعية الحدودية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. لأول مرة منذ استحداثها وقصد بعث السياحة بولاية إن صالح الفتية والتعريف بمكنونات تراثها العريق، تسعى مديرية السياحة والصناعة التقليدية بمساهمة مختلف الوكالات السياحية إلى تنظيم رحلة استكشافية لفائدة السياح القادمين من مختلف ولايات الوطن. سهام رغي. من أجل إبراز المنتوج السياحي بولاية إن صالح المستحدثة، نشاطات ثقافية عدة أقيمت على شرف أكثر من 15 وكالة سياحية جاءت من مختلف ربوع الوطن لاستكشاف عدة مناطق سياحية بالولاية.
مرة لي يعني تجمع كبير للوكالات السياحية من ولايات الشمال، هذا كله من أجل إبراز يعني المنتوج السياحي اللي تمتاز به الولاية. الطبوع نتاعنا يعني كما يقولوا حساسة، كل ما تقدم الليل كل ما تعطي رنين للمستمعين. تظاهرة ليلية بحضور جمعيات وفرق فولكلورية أضفت على قرية إقصة بهجة للتعريف بتراثها وتوسيع رقعة الكشف عن العادات والتقاليد إلى خارج حدود ولاية إن صالح. الشيء الإيجابي اللي اعتمدنا عليه ورهنا عليه هو يقحم كل قطاعات الشركة، لا سيما قطاع الشباب والرياضة من جهة، وبعض الجمعيات الفاعلة، وذلك إيمانا منا باعتبار أن قطاعنا أفقي بامتياز بإطفاء الرعاية السامية للسيد معالي وزير السياحة، إيمانا منه بمدى أهمية هذه المناطق التي من الواجب أنها تواكب كل التطورات التي تعرفها على مستوى الأصعدة. هذه الرحلة الاستكشافية تعد ترويجاً لما تزخر به المنطقة من آثار. الكثير أنهم ما يعرفوش المناطق السياحية اللي موجودة في منطقة عين صالح أو في تيدي كلت على العموم، وهذه الرحلة الاستكشافية رايحين يشرحوا لهم كل المناطق اللي رايحين يروحوا لها. تهلقمين، الرسومات الجدارية في تغتيمين، بالإضافة إلى الزرافات السبع. إبريق الشاي واللباس التقليدي تحت الأنغام الفولكلورية تراث قديم بجنوبنا الكبير، وهو فرصة لزيارة المنطقة واكتشاف خباياها. بقي الآن أن نذكر بالعناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد محمد ولد الشيخ الغزواني يحل بالجزائر في زيارة دولة تدوم 3 أيام. التأكيد على أهمية الرقابة البرلمانية في هندسة السياسات العمومية محور يوم دراسي للتعريف بآلية العمل البرلماني بين الغرفتين. ربط أزيد من 180 مسكنا ببلدية تغزوت بالوادي بشبكة الغاز الطبيعي، والعملية متواصلة لتشمل باقي المناطق النائية. وكما تابعتم في النشرة، وتزامنا واحتفالات رأس السنة، رحلة استكشافية بولاية إن صالح لفائدة السياح القادمين من مختلف ولايات الوطن للتعريف بكنوزها السياحية وتراثها العريق. أشكر لكم كرم المتابعة مشاهدينا، إلى اللقاء.